يلا عندنا قصيده، عندنا قصيده في الدين، الدين دينيه اجتماعيه. بيتين على الجمعه يلا. يقول اليوم جمعه يوم وصل للاقرب، يا سلام، حتى ترى الموتى لهم حق وصل، يلا ترحم كل غالي لنا غاب وتوب عنا بيوم ضحان فصل. يا سلام، الله يجزاك خير. اما الدينيه ما هي دينيه، نصيحه يعني، يقول اجتماعيه، يقول افرح ما دامك مستصح متشافي، افرح ما دامك مستصح متشافي، غيرك يشوف الموت من حر ما فيه. يا سلام، لا يحزنك عمر غدا لك وطافي، حزن على الماضي ظليمه الباقي. يا سلام، لا يحزنك عمر غدا لك وطافي، حزن على الماضي ظليمه الباقي، واحذر تبين فيك مكان خافي، همك وحزنك ربك اللي يجليه، واحرص على خوة عزيز نسنافي. طبعا عليك وفعلك مثله، ما انت خاوي، ما عليك زود، واحرص على خوة عزيز نسنافي، طبعك وفعلك مثله، ما انت خاوي، واحذر تكون بوصل الاقرب جافي. شلون لا اله الا الله، والله صادق. ويقول واحرص على وعدك ويلزم كتافي، الحر وعده دين يلزم يوفيه. يا سلام، اتممت قافي وجاك متمام قافي، فيها نصايح على ذا القاف تبحي. يا سلام، يا سلام، سلامتك. اول قصيده لك في حياتك، عمرك كم لك سنه؟ اول قصيده تقريبا عمري يمكن 18. من اول من شجعك ودعمك؟ تركض هو اللي شجعك. وك شاعر؟ ابوي شاعر، وكنت وانا اخوالك شعراء؟ في من اخوان شعراء. اخوالك خوالي لا، يعني من عمامك جيت بالشعر؟ ايه جيت من عند عمامي. فيه من شو اسمه، ابوي الله يرحمه وانا صغير كان يعطيني قصايده، ولو جينا مجلس رجال يقوم يعطيني السبحه كذا، يقوم عند القصيده يعطيك دعم. اي قدام، اي يعطيك زرع ثقه، يزرعك تربيه طيبه قدام الرجال، يحذف السبحه عليك. اي يا سهل الجنه، ترى زرع الثقه في الصبي الصغير جزء مهم كبير. الله يرحمه. في ناس يكسرون عيالهم يدمرونهم يوم يكبر، يبغيه يطلع كفو، وين يطلع كفو وانت كاسر مجاديفه من عاده صغير، سبحان الله، تطبع على قلب الصغير. آه. لا ابوي الله يرحمه، بالعكس هو اللي شجعني على الشعر، وكان يعطيني بعض قصايد يقول شلها لي هيجنها، قصيدته مرثيته بعمي، وقصايده في قصيدها اللي يقول شلون ذكرتني ابوي الله يجزاك خير، الله يطول بعمره، يوم يقول بدر ما يا بدر ما يا بدر ما شفت برادي، يا سلام، ولا تجيبونه يا كفو على الكيف ومرادي، وكثر الحلالات حطونه. شلون فايز معي، شلون معوض فايز، لا اله الا الله، هو طالب شاهي بدون سكر. اه في سكر ظاهر؟ لا ما في سكر، قبل سبحان الله عقبها جاء سكر، وهو من اول ما يشرب الحلال ما يقول، يقول ما بيسكر شاي ما به حلا. وفايز واحد من الربع الله يطول بعمره، معوض توفى، ولده بدر، ولد فايز بدر سكر صغير، وهو صغير، وقال جيب لي انا وياك براد صغير بدون حلا، وطول البراد ما جاء، وجالس هو فايز ومعوض، قال يا بدر ما شفت برادي، كان استوى لا تجيبونه، خلى على كيف مرادي وكثر حلالات حطونه. يا سلام، مجري شلون فايز ومعوض مجري شلون عني يدسون، يقول زكر على طول تباقع يا ولد، مراد وين مراد يكمل القصيدة، توقف على ثلاثة أبيات. مرة أبوي عمي الله يرحمه كان بيع عرس ولا عرس، وشرى له شنطة ولا عرس، وأخذ الشنطة أبوي ويعطيه بيت واحد، مبروك يا شنطة العريس صارت مقشة الغرفة. يا زلمة مبروك يا شنطة العريس صارت مقشة الغرفة. الله يرحم والدك ويعافي على ابوي. اللهم يطول بعمر شايفك ان شاء الله. امهاتك اتعبني يا ابوي، جعل ابوي في الجنة، لا جيت ربعه لا نصفه ولا حوله. هم المساعد اللي يقول يا ابوي لا غزى راسك الشيب. من المساعد الرشيدي؟ ايه. ايش يقول؟ يا ابوي لا غزى راسك الشيب، من شلون؟ مدري انا حزامك، مدري سعد كبير شعري كبير انا عضيدك، مدري انا شباب، انا شبابك لا غزى راسك الشيء، انا شبابك لا غزى راسك الشيء. السلام، ما ادري ايش بعدها ما عرفتها. او كاد ان الجو اليوم ما هو جو قريه، جو تدفع 3000 تشوف، او 3000 ولا تدفع اكثر. لا 3000 يوم وتطرب روحك. لا 3000 حق اليوم و3000 حق الجو، 6000 6000 كم تبي بعد؟ تبي 9000 9000 يلا 3 ايام. والله العظيم
تشوف لو ما ورايا ناس يتعبون وخايف انه يطلع له البرايم والله لا طلع. يوه يا فشلان طلع ذي البرايم يا قهري يا قهري ليتني طلعت قبل لا طلع ذي البرايم. وش اسوي انا في المجلس؟ لا اخذ وضعيه ميت. ها من نفسك ميت؟ من نفسك ميت كذا. من يقول انت برا؟ انا تدري لو قالوا لي انت طلعت